بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين، وعليه نتوكل، منه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نحييكم من هنا، من أرضية هذا الميدان، ميدان الجبيب للهدن العربية الأصيلة، مكرمة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، حاكم المنطقة الشرقية التي أنا نستفتح بها مشاهدينا الكرام هذا الموسم في هذا العام. شكرا شكرا على هذا الدعم السخي في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر 8/2019. البداية والصدارة من سيطرة بلشة ناصر راشد بن سعيد بن عبيد على المركز الأول. المركز الثاني واجد شندارة لسيد سعيد بن شطيط بن سعيد العامري، والمركز الثالث القادمة الشهرية سالم بن حميد بن هلال الاكتبي، والوصول والتقدم من اللي وصلت على المركز الرابع الشهنية عبد الله بن محمد بن زيتون. ولكن مقدمة الشوط ما شاء الله، الله 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 الله، شوف المقدمة، شوف الصدارة، شوف المركز الأول، الرقص هنا، الحضور المشرف على هذا الأداء الجميل اللي تقدمه الشاهنية أو بلشة 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 ناصر بن راشد بن سعيد بن عبيد على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول مسيطرة. ولكن الهجوم، الهجوم، الوصول، التقدم من الشاهنية سالم بن حميد بن هلال الاكتبي لوصلت رافع راية التهديد بلشو الشهنية الاكتبي وبن عبيد الاكتبي في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة ينتزع المقدمة. سلام ما شاء الله سالم بن أيضا الشهنية زيد سالم بن حميد بن هلال الاكتبي تنتزع مقدمة الشوط المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا الكرام اللي وصلت فيه اللي بلشه ناصر بن راشد بن سعيد بن عبيد، اما المركز الثالث الشهنيه للسيد ايضا عبد الله بن حمد بن زيتون، المركز الرابع الحذر سالم بن احمد بن سلطان. اما التوقيت 2:18. تهانينا والناموس للسيد ايضا على هذا الحضور سالم بن حميد بن هلال الاكتبي على فوز الشهنيه باول الأشواط.